السلام عليكم، معكم ريما من قناة أوبيكس بيزنس كلوب. من بعد ما تكلمنا على ثلاثة الأنواع ديال التسويق في الفيديوهات السابقة، اللي كان النوع الأول هو التسويق بالمحتوى، والنوع الثاني التسويق بالبريد الإلكتروني، وشفنا كذلك النوع الثالث وهو التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بـ SMM. واليوم إن شاء الله غادي نشوفوا في هذا الفيديو النوع الرابع، وهو التسويق عن طريق تهيئة محركات البحث أو ما يسمى بالـ SEO. غنناقشوا الطريقة اللي كيخدم بها التسويق عبر محرك البحث، وأهم من هذا الشيء هو أننا نعرفوا شنو اللي كيميزه في عالم التسويق وشنو الأهمية ديالو، خصوصا في 2020، لأن اليوم يوم التسويق الإلكتروني، ولازم على جميع الشركات تتطور من المواقع الإلكترونية ديالها وتطور الإعلانات ديالها عن طريق محركات البحث. عن طريق المواقع الإلكترونية والشبكات العنكبوتية، علاش؟ لأن الجيل اليوم هو جيل تقنية، تكنيك، جيل جديد، جيل فاهم، متطور، ذو كفاءة، جيل تكنولوجيا. وحتى في المستقبل غادي يكون الشراء الأكثر فعالية هو الشراء عبر المواقع الإلكترونية، وحتى دابا بدينا كنشوفوها بنسبة 30-40%. من الناس كيشريوا المستلزمات ومنتجاتهم عن طريق المواقع الإلكترونية، سواء كانت داخلية أو خارجية، وهذا الشيء كيسهل الوقت والتعب أنك تمشي للسوق وتأخذ اللي خصك. المواقع كتسهل عليك تشري أي حاجة وانت جالس في دارك مرتاح، وبالسعر الأفضل وبالجودة الممتازة، وماشي غير هذا الشيء وصافي، يوصل لك المنتوج ديالك حتى من باب دارك. وهاد الاستفادة ما كتكونش غالي لك كزبون، كتكون حتى بالنسبة للتاجر. استخدام هاد التقنية كتقلل عملية التكلفة بشكل كبير. فأكيد كلنا سمعنا عن التسويق عبر محرك البحث، وحتى لو ما كنتيش كتعرف الطريقة كيفاش تخدم، ناخدو مثال. نفترض أنك كتبحث على صور حفل زفاف، اون فوا طابي العنوان غيتفتحو حداك اختيارات كثيرة من هاد الصور. نشوفو هاد النتائج. هاد الروابط اللي كنشوفوها في الجزء الرئيسي من الصفحة كتسمى النتائج المجانية، علاش؟ لأن صاحب الموقع ما كيخلص عليها والو باش يعرضها. وهاد النتائج كتضمن روابط لمواقع إلكترونية واحدة أخرى، كتعتبر محركات البحث من بين المواقع الأكثر تناسبا لذاك العنوان اللي كتبتيه ولا كتقلب عليه. دابا واش كتشوف النتائج اللي معروضة على اليمين في الصفحة؟ هذه كتكون إعلانات مدفوعة، وكتعتبر ثمار تسويق عبر محرك البحث. علاش؟ لأن داك المساحة كتكون خاصة باش تعرض الإعلانات ديالك حدا الزبائن الأوفياء أو المقصودين. منين كيقلبوا على الاسم الشركة ديالك أو عبارة عندها صلة بالنشاط التجاري ديالك، كتطلع لهم انت الأول في لاليست. التسويق عبر محرك البحث كيوفر لنا ميزة واحدة أخرى، وهي أن المعلن كيخلص فقط إذا قام بالنقر شخص على الإعلان ديالو. بمعنى آخر، في حالة حتى واحد ما قام بالنقر على إعلانك، انت في هذه الحالة ما كتخلص والو، ولهذا كتسمى هذه الطريقة بإعلانات الدفع بالنقر. نفترضوا أنك مصور حفلات زفاف، ومثلا انت باغي يبانوا الإعلانات ديالك في نتائج البحث اللي كيقوم بها أي شخص كان كيبحث على مصور حفلات زفاف في المغرب، ولكن انت بغيتي تدفع الفلوس فقط إذا ضغط أو نقر الباحث على الإعلان ديالك. يمكن للتسويق عبر محرك البحث يقوم بهذه العملية، وهذا الشيء اللي كيميزو عن الأساليب التسويقية التقليدية، فحال مثلا الإعلانات اللي كيعرضها في الصحف والمجلات. إذا نشرتي الإعلان ديالك بطريقة تقليدية، فغيوصل بمجموعة محدودة من الناس، سواء كانوا كيقلبوا على مصور حفلات زفاف ولا لا، وكذلك كيكون خصك تخلص سواء هذا الإعلان حقق أرباح ولا لا. فهذا هو الاختلاف ما بين التسويق عبر محرك البحث وما بين الطريقة التقليدية. التسويق عبر محرك البحث كيضمن لك كل شخص نقر أو ضغط على الإعلان ديالك فهو بالفعل مهتم بداكشي اللي كتقدمه، وذلك لأنهم بحثوا عبر محرك البحث على مصور لحفل زفاف، وهذا اللي جعل الإعلان ديالك يبان على صفحة النتائج والضغط عليها، فعلى العكس الأساليب التقليدية. التسويق عبر محرك البحث كيستهدف الأشخاص اللي كيبحثوا عن منتجات وخدمات معينة، وهذا الشيء أكيد غيكون أكثر فعالية باش توصل رسالتك للناس كاملين، ماشي ضروري تختاروا اللي مهتم واللي ماشي مهتم. إذن خلاصة القول هو أن التسويق عبر محرك البحث هو أكثر كفاءة من التسويق التقليدي، وهو خيار ممتاز لنشاطك التجاري مهما كان النوع دياله،
لأنه كيجمع ما بين الفعالية والبساطة. في سنة 1992 ظهرت فكرة أننا خصنا ننظموا الإنترنت، وهنا بانت أول حاجة هي أننا نعملوا الكاتيجوري أو ما يسمى بالقائمة باش ننظموا من خلالها الصفحات اللي موجودة على الإنترنت. هنا ظهرت قنوات كثيرة، من أشهرهم لياهو، كانت تعمل ماشي لغرض البحث ولكن الهدف اللي كان منه هو تنظيم الصفحات اللي موجودة على الإنترنت. ومن بعد هذه الفكرة تطورت، شنو؟ أنهم يعملوا بحث في وسط هاد الأدلة أو هاد الكاتيجوري اللي هدرنا عليه ديال لياهو. علاش؟ باش الناس تعمل سيرش وتقدر توصل للمعلومة بسهولة، وهنا بدات كتبان فكرة سيرش انجين. فمن أوائل محركات البحث اللي كانت بنت هو لياهو. وفي سنة 1995 بنوا جوج ديال الشباب مهتمين بزاف بموضوع السيرش في الانترنت، قرروا انهم يعملوا سيرش جديد يكون كيسهل اكثر على الناس فانهم يوصلون المعلومة اللي بغاو ويزيدوا فيه معلومات اكثر. ومن هنا بدأت اعظم سيرش او بحث موجود على الارض حاليا وهو جوجل. بزاف الناس كيعرفوا غير محرك البحث ديال جوجل، ما في الحقيقه كاين بزاف محركات البحث واحدة اخرى، ولكن طبعا جوجل كيبقى هو الاقوى دائما. رغم يعادل 3 مليار عمليات بحث كتتم في جوجل يوميا، واكيد ما غيكونش جوجل ما عندوش منافسين، حاجه طبيعيه. كاين منافسين، كاين واحد الموقع ديال بينغ، وحتى هو بان قديم وكان باسم اخر ومن بعد بدلوا الاسم حتى هو سيرش او للبحث، ولكن ما بقاش بالقوه اللي كان فيها قبل. ويمكن يكونوا في امريكا كيستعملوه، ولكن حنا هنا في الوطن العربي ما كنستعملوهش، ولكن النتائج ديالو ماشي بنفس القوه اللي كتطلع جوجل اكيد. وكذلك كان اكزامبل اخر اللي هو الياهو، وكلنا عرفناه في البدايه، وكان واحد السيرش اللي هو جميل بزاف في البدايه ديالو. وكذلك كان واحد سيرش واحد اخر خاص بتشاينا اسمه بايدو، مخصوص للصين، حتى هو قوي بزاف ولكن فقط على مستوى دولة الصين. كاين كذلك سيرش ديال اسك، مفيد وفي امريكا واوروبا كيستعملوه بزاف ولكن حنا ما عندناش. وكاين واحد اخر ديال وولفرام الفا، بان في 2009، والخاصية هاد السيرش هو انك تدخل كتكتب اي سؤال بغيتي وكتلقى الاجوبة دياله مباشرة. هذا كان مزيان بزاف سيختو في الوقت ديال 2008-2009، انك تدخل شي سؤال مثلا شنو هي العاصمة واحد البلد ويعطيوها لك اوتوماتيك مورا، وداك الساعة كان شي حاجة اللي هي واو. حتى هذا كيتعتبر من السيرش المتميزين.